all people come to him, come to the way of Sultan al-Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one in divine presence, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad
فاتحة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
اليسرى إلا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سورة الإخلاص بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا
Allah
نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ياو ياو يا دائم يا Yes.
نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلاة على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلاة على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلاة صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا بطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائمة والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحديث وما قرأنا وسر ما ترون بعد القبول منا إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصحبه الكرام وإلى أرواح إخوان الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم وعلى أرواح الأئمة الأربعة وعلى أرواح مشايخنا بطريقة النقشبندية العلية خاصة يا روح إمام الطريقة غوث الخليفة حجر الدين نقشبند محمد ويسي البخاري وحضرة أستاذنا سيدنا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد الله الفاتح الدغستاني وسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني وعبد الخالق الجواني وآل ختم الخواجكان وسائر ساداتنا وصديقينا وإلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وأخواتنا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أهل العبا وأهل بيتنا وإلى المظلومين السادات والشرفاء والغزاة والحجاج والمعتمرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد عامة أجمعين لهم منا ولنا معهم الفاتحة سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب دعاء شيخ فوزي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معارفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم آباءنا والأمهاتنا والجداتنا والأجدادنا والأزواجنا والأولادنا والمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا ودود اللهم يا ودود اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شيء يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين أغثنا يا مغيث يا غياث المستغيثين أغثنا يا مغيث يا غياث المستغيثين أغثنا يا مغيث. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجنة مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد.
اللهم إنا نسألك من خير ما يسألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم الطف بنا في تسير كل عسير فإن تسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا الروح المرحوم يتنك سلطان أزلان محب شاه المغفولة ابن خطيجة وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين وكذلك لروح المرحوم شيخنا شهر جأشم الشاه ابن تركو برمسر بينون وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين ولسيما لشيخنا شيخ النزم الحقان اللهم اغفر أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفنهم وأكرم نزلهم ووسع مداخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأعزهم من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار وأدخلهم الجنة اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله إن شاء الله